ساعة على الإضاءة حدا بجيب مان مثل القرد ساعة ساعة يعربش على المذيعة ساعة يعربش على الضيف هو الضيف جايبه معه صار يقولوا صار يعملوا كل وقت لا 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 ما انت مش معقول حدا بجيب سعدان يا خي ما بيتهدى السعدان شوف وهن معنا اليوم بالاستوديو رح نتعرف عليهم رح نحكي شوي عن السعدين ان جنرال بيقولوا انه ما فينا نجيبهم على البيت في المقوله اللي بتقول مثل السعدان يعني بخرب وبنطنط وبفسفس الولد ممكن تتركيه ويروح مثلا هلا طلع عملت لنا جاب خلص راحت فلتت طلعت قعدت اوعى اوعى بس بدي اسال باميلا هي اجت تفضل يا حيه قاعده بعد اشهر حالي على السوشيال ميديا ولا صارت القصص هيك بس هو هو صعب كثير يتربى بالبيت صعب يعني ما تشوفوا الاشياء الحلوه حرام أكيد. حرام تجيبو حرام تجي و عم تاكل جبنه على الدرج لك شو مهضومه طيب طالعه أنا... نازله طب اذا بتعيط لها بتجي ولا لا ما بتجي لا لا ما بتجي هلا ليش مان قالت له اذا بتعيط لها بتجي قال لها ما بتجي يعني اكلنا يعني اكلنا خايه شو ما بت يعني خلص اذا قال لها ايه قالت له طب انقبر اعمل شيء لا ولا هيك قالت له انقبر اعمل شيء صارت السعدين تطلع شبابيك من الديكور صارت تطلع الشباك شوف اذا في جيران طلعت على غير محل صارت اوف صارت واو واو بعتقد عربشت حدا من الشباب اللي عم يصوروا معنا اليوم عربشت على الكاميرامانيه على الاضاءه ما خليت حدا ما عربشت عليه هلا هي صار بدها تساله مثلا عم بتقول له انه كثير بتحبك هاي السعدين كثير بتحبك بدها تقول له اياها بطريقه ملطفه يعني شو بدها تقول له؟ شو؟ شو ما قلت له مثلا؟ شو بعرفني؟ مفكرتك مفكرتك مثلا مين مفكرتك رفيقه بس او شيء مثلا شيء مثلا ايه شيء هيك مثلا مثلا عم نزلت فيه رفاقي نزلت فيه هو طلع انه لا نو هيك عم تقول لي هيك مثلا توب مفكرتك بيا او خيا يعني من العائله صارت بنانا قديش بيعيشوا السعديين عليه؟ شي 15 سنة يعني عندك هلا كوميتمنت 15 سنة فجعانة ايه بتحب الأكل إذا جبت لها أخت أو خي هيدا الشي منيح هو شو عم تجرب تفرجينا عليه؟ ترتخي هلا شي معين عم ترتخي عم تعملوا لنا جو بالاستوديو اليوم يعني جبتوا على ام تي في سعداني وعملتوا لها مساج ما في حدا منكم ضرب لها ضربة والتاب بحياتي أنا قاعد هون مثل السعدان كل الوقت بنطمن مثل السعدان ولا منكم حدا اجى ضرب لي ضربه والتاب طوني حدا انت شو بك يا خي حدا يوم يضرب لنا ضربه والتاب معي والتاب معك كتفي بجاني برتخي كمان قالت له فكرتك بيا ايه فكرتك بيا ايه قالت له شو فكرتك بيا ايه او خيا من العائله ايه من العائله قالت له ايه قالت له بعد شوي حتقول له يا احفاد القرده حتقول له انت اللينك اللي ناقص بنظريه داروين ما هيك هيك حتقول له هيك كم سنه بدها تموت خلعت وحده واذا بتجيب لها خي او اخت من مين يعني قصدك ما فهمت من مين بدي اجيب لك خي او اخت؟ ما خلص هو هو اونر مش انه بيقربها للزلمه مش نجيب لك خي او اخت. ان شاء الله الله يرزقكم، الله يعطيكم نحن جبنا لكم. ما قلت له في شبح مثلا. ايه في شبح؟ قلت له يمكن فكرتك بيا، في اسوء من في شبح، اسوء، اسوء من. فهيك ابو جيك السعدان مثل النحله يعني انه شو الفرق بين النحل والسعدان؟ اللي جاب نحل بجيب سعدان عادي فاذا يعني الام تي في تفوقت على التالي المياه ابو جيك.